أسعار العملات مشاهدينا، نتابع الدولار الذي يسجل ارتفاعات أمام العملات الرئيسية في ظل الأرقام الاقتصادية القوية التي سمعناها من الولايات المتحدة، التي تعزز كما ذكرنا من التوقعات بأن نرى رفع لسعر الفائدة هذا العام في الولايات المتحدة. الدولار يورو أو اليورو دولار عفوا كان وصل يوم الجمعة إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر، عندما وصل إلى 1.0822، يبقى قريب جدا من هذه المستويات. الجنيه فيه تراجع الآن أمام الدولار ب14%. للمزيد ينضم إلينا مباشرة من أبوظبي نور الدين الحموري، كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities. نور الدين أهلا وسهلا بك. التوقعات برفع الفائدة هي التي تحرك العملات، أتحدث عن الدولار وأيضا الاسترليني. الاسترليني لنبدأ معه، ما أسباب هذه الخسائر اليوم، علما بأنه الاسترليني كان وصل يوم الجمعة إلى أعلى مستوياته في 7.5 سنوات أمام سلة من العملات، في ظل التوقعات أنه ممكن أن نرى رفع مبكر لسعر الفائدة ممكن في أوائل العام المقبل، ما رأيك؟ نعم، أتفق مع توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل بنك أوف إنجلند أو بنك إنجلترا المركزي، لكن الانخفاضات اليوم تعود مرة أخرى إلى ما قالته جانيت يالين خلال الأسبوع الماضي بشهادتها أمام الكونغرس، بأنه قد يكون هناك لدينا رفع لأسعار الفائدة، لكنها من جديد لم تستغني عن كلمة أو الكلمة الشرطية بأنه فيما لو تحسنت الأرقام الاقتصادية. إلى الآن الأرقام نوعا ما ميكست، أو شهدنا نوع من التباين، هناك أرقام إيجابية الأسبوع الماضي ظهرت، وأيضا كان لدينا أرقام سلبية نوعا ما، لم نجد على الأقل بالفيد فند ريت بالأسواق أن يكون هناك في تسعير لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر، بينما التركيز الأكبر أصبح في الأسواق نحو سبتمبر، لكن من الآن حتى سبتمبر لازلنا نراقب الأرقام. لذلك الجنيه الاسترليني إلى الآن يبقى قويا بالرغم من أنه الانخفاضات التي شاهدناها الأسبوع الماضي أو بداية أيضا الأسبوع الجاري، لازلنا نفضل الجنيه الاسترليني على معظم العملات العالمية الآن، خصوصا أيضا الجنيه الاسترليني أمام الدولار الكندي الذي مرة أخرى ارتفع إلى ما فوق مستويات 2 دولار، وصلنا إلى 2.0300 تقريبا. لذلك الجنيه الاسترليني لازال بالنسبة لدينا نوع من الملاذات الآمنة حاليا، مستويات 56 ومستويات 57 وحتى 58 تعتبر مستهدفة خلال الفترة القصيرة المقبلة. ماذا عن اليورو؟ اليورو كان وصل إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر أمام الدولار الأمريكي، ما هي المستويات المستهدفة برأيكم؟ أكيد تراجع اليورو يأتي على خلفية موضوع الفائدة في الولايات المتحدة. هذه من جهة. الجهة الأخرى الذي لا زال يضغط على اليورو لار الآن هي العلاقة العكسية القوية ما بين الأسواق الأوروبية وأيضا اليورو. كل ما نشهد ارتفاع في الأسواق الأوروبية نعود مرة أخرى بالضغط على اليورو، لأنها تعتبر الآن في الوقت الحالي كما كان الين في السابق هي عملة تمويلية أو تمويلية للأسواق الأوروبية خصوصا. لذلك الآن مستويات الأسبوع الحالي يجب الانتباه إلى مستويات 157 اللي هي تعتبر مستويات خط الاتجاه على المدى القصير الممتد، منذ أن شهدنا ارتفاع اليورو من 104 نحو مستويات تقريبا 1.14. لذلك مستويات 157 يجب الانتباه إليها، أي اختراق لهذه المستويات نحو الأسفل يعزز المزيد من الانخفاضات، قد نعود إلى مستويات 104. دعنا ننتقل إلى الذهب، ما رأيك بهذه الحركة التي نراها؟ أكيد قوة الدولار تضغط على الذهب، ولكن من ناحية أخرى عندنا الأرقام الصينية حول الاحتياطي من الذهب تأتي مخيبة لتوقعات المحللين، هل النظرة تبقى تشاؤمية على المعدن الأصفر؟ نعم، الذي حصل نوعا ما هي نوع من خيبة الأمل بالتأكيد، لأنه كانت توقعات الأسواق تشير إلى أنه الصين كانت تشتري أكثر من 100 مترك تونز بالعام، لكن أو أكثر من 200 عفوا، لكنها أتت إلى حوالي 100 في الوقت الحالي. هذا الشيء الذي صدر من الصين يعتبر نوعا ما شيء إيجابي، لكن ليس في الفترة الحالية بينما ما بعد أكتوبر، لأنه على الصين الآن أن تقوم بالإفصاح عن كل الذهب التي تقوم تشتريه بشكل شهري، لأنه الجميع الآن ينتظر شهر أكتوبر أو سبتمبر، ما بين سبتمبر وأكتوبر عندما يكون هناك لدينا اجتماع IMF ودخول اليوان الصيني بالفعل إلى سلة العملات العالمية. هذا الشيء الذي قد نبدأ بالفترة الحالية أن نشهد تحركات واسعة بالذهب إما نحو الأسفل أو نحو الأعلى، لكن المستويات التي وصلنا إليها صباحا 1087 دولار تشكل مستويات التصحيح على المدى الطويل بواقع 50%. شهدنا ارتفاع الذهب على مدار 12 عام، الآن وصلنا إلى تصحيح بواقع 50%. المستوى التالي الذي هو يعتبر كروشل أو اللي هو مستويات دعم مهمة جدا والتي تغير النظرة إلى تشاؤمية أكثر
فيما لو شهدنا اختراق لمستويات ال 890 دولار، لكن في الوقت الحالي الارتداد الذي شهدناه اليوم نوعا ما يعطينا إشارة إلى بداية ارتداد قد نشهده على المدى الطويل، لكن ليس في الوقت الحالي. والدخول اليوان إلى الاس دي ار أيضا سيكون له تأثيرات نوعا ما كبيرة بالنسبة لأسعار الذهب. لا ننسى أيضا هناك شيء مهم، على الرغم من كل ما حصل في كل من الصين سواء بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدناها في الأسواق، التباطؤ الاقتصادي وحتى اليونان، الذهب لم يسعر أي شيء من ذلك. السؤال الذي نطرحه في الوقت الحالي، ما هو البديل عن الذهب لكل البنوك العالمية التي إلى الآن لا زالت تعتبر أكبر المشترين للذهب خلال العام الجاري وحتى خلال العام الماضي؟ نور الدين الحموري، كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا وقفة.